وإلى مسابقة حفظ الشعر العربي التي تنظمها الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن إطار أنشطتها المتعددة. للحديث أكيد بشكل موسع حول هذا الموضوع بيصيرنا أكيد نرحب بالأستاذة سلام فاضل، المسؤولة الإعلامية بالهيئة العامة السورية للكتاب. صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نحكي عن مسابقة حفظ الشعر العربي لعام 2021. طبعا في الشهر الفائت أعلنت اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية بوزارة الثقافة عن مسابقة حفظ الشعر العربي اللي بتنظمها كل عام. أطلقت لجنة هذه المسابقة في وبدأ التسجيل فيها في الشهر الفائت ب4/7 تحديدا. طبعا التسجيل بيتم بديوان الهيئة العامة السورية للكتاب بالإضافة لمديريات الثقافة في المحافظات، وبيستمر التسجيل ل15/8. طبعا هاي المسابقة كل عام بتقوم على فكرة انه طرح مجموعة من القصائد لمجموعة من الشعراء. طبعا كل سنة بتكون هذه المسابقة موجهة ل يعني عصر من العصور وشعراء عصر من العصور. هاي السنة كانت تختص المسابقة بشعراء العصر الأندلسي اللي هن ابن خفاجة، ابن الزقاق الأندلسي، ابن زيدون، وأبو البقاء الرندي. طبعا القصائد اللي مطلوب من المتسابقين أو المشاركين حفظها تحمل على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب، وحملت هذه القصائد. وهلأ أي مثلا حدا من المشاركين أو من اللي حابين يشاركوا بهذه المسابقة فيه يدخل على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب. في شروط معينة للقبول سلام؟ طبعا في شروط معينة. أول شيء بخصوص موضوع الشريحة العمرية، فالشريحة العمرية مفتوحة لحتى يتمكن أي أكبر عدد يعني من المتسابقين أنه يتقدم لهذه المسابقة. هلأ بخصوص هي يعني هذا فينا نحكي عن موضوع العمر، يعني الشرط الذي يتعلق بموضوع العمر أنه الشريحة العمرية مفتوحة، ما في شريحة عمرية مخصصة لشيء. ثاني شيء بخصوص موضوع المكافآت، طبعا هي المسابقة في إلى مجموعة من المكافآت. الفائز الأول يعني فينا نقول يمنح 75,000 ليرة سورية، أما الفائز الثاني فيمنح 65,000 ليرة سورية، بينما يمنح الفائز الثالث 55,000 ليرة سورية، بالإضافة ل 50 مطبوع من مطبوعات الهيئة العامة السورية للكتاب التي تختص في علوم العربية وآدابها. بالإضافة لهذا الشيء اللجنة تنوه بمثلا او المنوه بهم لتنوه بهم اللجنه كل منهم كجائزه تشجيعيه يمنح 25 مطبوع من مطبوعات الهيئه. هلا في كثير من المتسابقين مثلا ممكن بيسالونا انه كيف بتتم هي المسابقه. هلا بتتم هي المسابقه بدايه من خلال انه اللجنه تختبر المتسابقين من خلال بحفظ الابيات الشعريه، يعني هنا بدهم يحفظوا الابيات الشعريه، بالاضافه لهذا الشيء شرح المفردات. طبعا شرح المفردات كمان هن المدرجين مع القصائد المحملة على موقع الهيئة العامة السورية للكتاب. بالإضافة لهذا الشيء قد تختبر اللجنة المشاركين بسؤال عن مثلا معنى بعض الأبيات، عن معنى أو عن فهم لبعض الأبيات، بالإضافة لبعض الكلمات الإعرابية، يعني هي بشكل عام. طبعا الجوائز أو أسماء الفائزين يعلن عنا ب 27/9 وتوزع الجوائز في حفل في الشهر العاشر من عام 2021. يعني هي بجميع الأحوال يعني أبرز القصص اللي نحن فينا نحكيها عن موضوع جائزة حفظ الشعر العربي اللي تطلقها كل عام اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية. يعني خبرينا كمان شوي عن الحقبة الزمنية اللي غطتها مسابقة الشعر. تماما. هلا أنا مثل ما خبرتك أنه هذه المسابقة يعني مسابقة حفظ الشعر العربي
لا تختص مثلا بحقبة زمنية محددة، ولكن هي وبهدف تعريف المشاركين والمتسابقين وبهدف تعريف الناس بشكل عام على شعراء العصور كافة، فهي كل سنة تختار مجموعة شعراء من عصر من العصور، من عصر من عصور الأدب العربي طبعا. مثلا بعام 2017 اللي هو العام أطلقت فيه هي الجائزة، كانت لشعراء العصر العباسي اللي هن المعري المتنبي أبو تمام والبحتري، بينما في عام 2018 كانت لشعراء طبعا حركة البعث والإحياء اللي هن محمود سامي البارودي، بدوي الجبل بشارة الخوري، وأحمد شوقي، بينما في عام 2019 فكانت هي الجائزة تختص بشعراء العصر الأموي اللي هن جرير كثير عزة وجميل بن معمر وعمر بن أبي ربيعة. طبعا ومثل ما خبرتكم أنه في هذا العام هي تختص بشعراء العصر الأندلسي اللي هنا مثل ما ذكرنا قبل بشوي ابن زيدون ابن خفاجة وابن الزقاق البلنسي، وبالإضافة لهذا الشيء أبو البقاء الرندي. فإذا مثل يعني هي المسابقة هي لا تختص بس بشعراء عصر واحد من العصور، ولكن كل سنة هي موجهة أو تتحدث أو تتناول مجموعة قصائد لشعراء معينين. تمام، سلام اليوم الشعر العربي إن كان الجاهلي أو الأندلسي وباختلاف الحقب الزمنية، يمكن هو الشعر إذا بدنا نقول المنسي عند شريحة ما. أهمية إقامة مثل هي المسابقات اليوم إن كان من حيث التذكير أو إحياء، شو أهميته اليوم؟ تماما، يعني أنت مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي أنه هل الأشعار ما حنقول منسية، ولكن فينا نقول أنه هذا النوع من المسابقات هو بهدف تسكير الشرائح العمرية كافة، سواء شرائح الشباب أو شرائح اللي أكبر من هيك، مثل ما بيقولوا أمهات الأشعار العربية وأجمل القصائد التي كتبت لأبرز وأكبر شعراء العصور كافة العربية. فهيك مسابقات كان يعني بجميع الأحوال الهدف منها هو التمكين للغة العربية من خلال تسكير الشرائح العمرية كافة بأهمية هذه القصائد وجمالية هذه القصائد والمعاني، سواء اللغوية أو الفكرية اللي احتوتها هي القصائد. يعني هو نوع من أنواع الجولة في أبرز جماليات وأشعار العصور العربية كافة، سواء من خلال الانتقال من كذا عصر. يعني هو مثل ما خبرتك هو نوع من أنواع التمكين للغة العربية وإعادة تذكير الجيل الشاب ولجميع الشرائح العمرية بجماليات هذه القصائد. نعم، يعني مثل ما قلنا المسابقات هي حتكون دائمة كل عام، هل في فكرة لأنها تكون متواصلة متكررة أو فكرة لتطويرها كل سنة؟ طبعا هذه المسابقة وحتى مسابقات الهيئة الأخرى هي مسابقات تطرح كل عام، وكل عام عم بيتم تطويرها عن الأعوام السابقة. يعني مثل ما خبرتك قبل بشوي أنه مسابقة حفظ الشعر العربي بدأت من عام 2017 وهي حتى اليوم مستمرة، وكذلك مسابقات الهيئة الأخرى سواء مسابقة الرواية أو الشعر أو الترجمة أو اللوحة الموجهة للطفل أو القصة الموجهة للطفل كمان هي طرحت من عام 2017 وهي ما زالت مستمرة حتى اليوم. نعم، أكيد كل الشكر لك سلام، وموفقين كمان لكل الشباب ولكل الشعراء الأشخاص المهتمين بالشعر والمشاركين بالمسابقة، كل التوفيق لهم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.